يوم هنيء طبعا للجميع، وتحية خاصة من طاقم قناة النهار لذوي الاحتياجات الخاصة في يومهم الوطني الذي يحتفلون به في كل يوم 14 من مارس من كل سنة طبعا. ولهذا طبعا هذه المناسبة سبقتها العديد من التحضيرات والأنشطة الثقافية التي ساهمت في طبعا حملات خيرية لفائدة هؤلاء فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، منها النشاط الذي قام به الفنان شاب يزيد. نتابع التفاصيل في تقرير عمل رحال. في بهجة وفرحة كبيرتين انتظر الأطفال الصغار بداية الحفل التطوعي الذي أحياه الفنان عمو يزيد على حد قولهم. على عمو يزيد شفته في التلفزيون تجيت على جاله، فرحت بزاف كي دار هذه الحفلة عمو يزيد. يا ربنا يا ذا الكرم يا واهبا كل النعم. الحفل احتضنته ساحة الهواء الطلق بابن زيدون برياض الفتح بالجزائر العاصمة، تزامنا والاحتفال باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. ورايحين اليوم نتوقفوا مع الأطفال في هذا الحفل هذا على شرف ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى نقول لهم باللي الناس اللي بصحتهم واللي عندهم أولادهم صحاح الحمد لله يا ربي، مليح انهم تكون عندهم مره على مره التفاته لهذه الشريحه هذه اللي هما ذوي الاحتياجات الخاصه. الفنان عمو يزيد وبكل حب وشغف لرؤيه الاطفال الصغار غنى لهم اجمل ما لديه من اغاني والتي كانوا يرددونها بتفاعل كبير. الامر الذي استحسنه اولياء الاطفال الذين جلبوا ابنائهم خصيصا لذلك. صافي بليزير اللي فرحونا الدراري ورانا ديبلاسينا على جالهم. كاين ناس محتاجه ما لحقتش، عاونهم يعطيه الصحه بارك الله فيه. ومام تو يفرح دراري صغار، واللي يفرح دراري صغار عنده اجر عند ربي. تبقى مثل هكذا مبادرات فرصه امام الاطفال للترويح عن انفسهم، خاصه وانهم في فتره الامتحانات، وايضا في ظل الغياب الكبير للفضاءات الترفيهيه الذي تعرفه العاصمه.